يا هلا الوضع الميامين بعطيكم بيان والنصيحة عند الأخيار تشرب الثمان التلاد تلاد نادى من أجم الجاد يبان والوعد قدامي يا أهل المسرج والهجن الجليدي يا الجليدي محتميها على طول الزمان ما تزحزح لو تزحزح على البدا حضان يا هلا الوضح الميامين بعطيكم بيان والنصيحة عند الأخيار تشرب الثمن هات لا تتلات نادام نجم الجد يبان والوعد قدامي أهل المسرج والهجر جاتي وضح في الجزيرة لهم صيت ومكان العقابيات كاملة وصوف وجملة من ينافس يردني عشرة للثمان يكحل عيوني عادنا تجرع من صنوف الحزن والقبائل كلهم نعم ما فيهم جبال وكلنا جند على الحد من دون الوطن ودام عزك يا وطننا ودام الكلمان في ذرة سلمان معم مقابس الفتن يا هلا الوضح الميامين بعطيكم بيان والنصيحة عند الأخيار تشرب الثمن حتى لا تتلاتنا دام نجم يومها بالشرف والرمح والرمح